Mi nombre es profesor. أبدأ كلامي في تحية الإسلام، سلام عليكم وعليكم السلام. هلا أسمع رامي، أنت وهو وهي، معكم عمر خليل سيف الدين زرادية. ستوني بجي من الباب صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. قبل فترة بديت سلسلة اسألني مع حلقة توباك زرادية، وخلاص من اليوم ورايح ننزل اسألني مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر. لي فترة ساحب عليها. طلبتكم تكتبوا لي أسئلة على حسابي في الانستغرام، وبصراحة كتبتوا لي أسئلة مرة كثيرة، الله يعطيكم ألف ألف عافية. حلقة اليوم راح تكون حلقة رهيبة، جمعت لكم شوية أسئلة كذا حلوين لذيذين. ما بطول عليكم، خلونا الآن نخش في الأسئلة. يلا يلا. إذا اليوتيوب حذف قناتك، إيش راح تسوي أو كيف راح تكون ردة فعلك؟ لو قالوا لك تمثل في المسلسل اللي تبغاه، وش المسلسل اللي بتختاره، عربي ولا اجنبي؟ صراحة في مسلسلات مرة كثيرة كنت اتمنى ان انا امثل فيها واشارك فيها، بس بختار واحد من المسلسلات اللي انا مرة احبها بغض النظر عن اللغة. بختار اني امثل في مسلسل لا كازا دي بابيل، بمثل معاهم يا سيدي، وقت لما تصير عملية السرقة باخذ الفلوس واجري. Mi nombre es profesor. مشهور بكوني، أو يقولوا إنه أنا أشهر مجرم في العالم. صحيح إنه من فترة سرقت بنك، الشرطة، ولما قام بالحكومات كلها جلسات تدور علي، تفهمين؟ بس أنا كل اللي شاغل بالي بصراحة المهمة الجاية. ايش راح تكون؟ طوكيو دا بوليسيا دي تراس دي تي نو طوكيو. صوتك واصل لاخر العمارة خير. ايه مي مادري لا بوليسيا دي تراس دي طوكيو دي كان طابع. قاعد تقول انت تهبب، بقول روح جيب الاغراض من البقالة وحطها في المطبخ. امي خلاص حطيت الاغراض كلها في دقيقة. فيرسي فيرلينسي جو فيفو او نو. هل راح تنوع من المحتوى اللي فيها الان مثل الجيمنج والفلوجات؟ اتوقع اللي يتابعني اول باول راح يلاحظ انه انا بحاول قد ما اقدر انوع في المحتوى، يعني مثلا يوم فجأة كذا بوم انزل لك طفولة عمر، بوم اوقف المتابعين، بوم اغرب اشياء طلبتها من الانترنت، ما ادري ايش جاب دا بوم وقص في جبهات في تويتر، بوم اسألني، بوم اصور لكم فلوقات وقت السفر، بوم وفجأة اسوي لك مقطع عن ترند جديد صار، بوم تحدي اللغات، يعني في اشياء كثير كذا بحاول انا بوم جيمينج فورتنايت. كم مرة سرقت من والدك؟ حبك. انا اسرق من ابويا ولا مرة. شفتك رح أقول لبابا لا. ليش ما تعزف في الجيتار اللي وراك؟ ولا الجيتار زينة؟ الجيتار ليش ما تعزف على ال... يا ليل. استمتع بإجازتك. وبس كانت هذه حلقتنا لطفولة عمر. كانت هذه أسئلتنا لليوم، إن شاء الله استمتعتوا بالحلقة. إذا استمتعتوا أدعموا المقطع هذا بزر اللايك وانشروه في كل مكان، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان أول ما أنزل مقطع جديد يوصلكم على طول. وبس كان معكم عمر خليل سيف الدين زرادية من قناة ماكس اتش دي، أشوفكم على خير.
تابعوا انستغرام عشان لما اطلبكم اسئله في المستقبل انا تكتبوا لي هناك. اوكي تمام، اشوفكم على خير. السلام عليكم. هيتي سلام سلام، اسمي عمر زرادية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع، سوي لايك واشترك في القناة.